شكرا عيني، شرف ارتاح. هلا بس اطلع الانسه من الاستوديو بتصوري. عمو؟ ايه عمي؟ طالع وصل للصبية الله يخليك. اهلا وسهلا. بدك تتصوري؟ ايه تفضلي. لا 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 لا، انا رح صورها. لانه سوري بدها لقطة فنية. تفضل. اختصاصه عمي اختصاصه. هو اختصاصه اللقطات الفنية، وانا اختصاصي دفاتر الدولة. أنا رايحة أشتري نوطات للبكالوريا، بدك شي يا عمو؟ لا حبيبتي ما بدي شي، بس للطولي معلش. إيه؟ ماشي. الله يعينك على أهلك يا عمي. بونجور يا حبيبتي. أهلين. الو رحمي، عماد وصل ولا لسه؟ بعدين بحاكيكي. طول الدكتور شوي حبيبتي شوي، لانه كل مره بيجي وبقعد لي نص ساعه زياده على موعدي. معلي حبيبتي، نكسب شوفتك. شوفتك يبعث لك حم ان شاء الله والآيلة إن شاء الله. يخرب بيتك على هالعيون، ما شاء الله بتذبح ذبح. للأسف يا أنسي، درس العقل منخور وبده قلع. عن جد؟ لا عم نمزح. طبعا عن جد، الدرس مسوس وبده قلع، لأنه تصليحه حرام وذبحه حلال. وليش حطيت لي النظارات؟ حطيت لك النظارات لأنه مثل ما بتعرفي بيبقى في مواد كيميائية عم تتطاير من الأجهزة على العيون وهيك شغلان، بتعرفي أنت. تفضلي، مثل ما قلت لك ما بتطلعي برا البيت لحتى يروح الخراج نهائيا. رحمي، حطي له موعد للأسبوع الجاي مثل هذا اليوم. أوكي. الله معك. شكرا دكتور. مع السلامة. أنسي سهى. بونجور دكتور. أهلا وسهلا بربة الوجه الصبوحي. يا عيني. يا عيني. تفضلي تفضلي. عفوا دكتور عفوا دكتور. ما عندنا موعد فاضي، في مريض جاي بعد ساعة. تفضلي استلمي، أحلى مريض. تفضلي تفضلي يا أنسي سهى. تفضل دكتور. أهلا وسهلا. بدك ساندويش إلك؟ سيكي. شكرا. ساندويش إلك. فيش عكوا شاي هون بالعيال؟ ولا عماد؟ في الشاي عندك؟